وأهم قرار. كيف ترى الوضع في الجزائر خاصة بعد 52 اجتماع 23 أكتوبر 1954 الذي أعتبره الترتيبات الأخيرة لإعداد العدة ورفع الجاهزية وضبط الثورة المسلحة التي انتظرت يعني سنوات وسنوات باش تشعل شمعة الثورة. يوم 23 أكتوبر اتفقوا الرجال باش يعنوا ميلاد الثورة الجزائرية. النخبة الثورية بعد هذا الاجتماع طفقت إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة تجسيد الفعل الثوري الذي طرح كخيار استراتيجي في اجتماع المدنية. في هذا الاجتماع طرحت جملة من النقاط، أولا تأسيس الجناح السياسي وهو جبهة التحرير الوطني، الجناح العسكري وهو جيش التحرير الوطني، كذلك تعيين قادة المناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فضلا عن تكليف محمد بوضياف وكذا ديدوش مراد بتحرير بياني أو نوفمبر.